احمد ريتش القناه باظ ووقع مننا، وانا مش عارفه اتصرف ازاي، يا اما نعمل زي كريستين يا اما حمدي وفاء ونطفش من قلب البلد. فانت شوف لك بقى اي صرفه ولا اي موضوع نطلعه عشان ريتش القناه يطلع شويه، لان احنا كده الوضع كده ما يسرش لعدو ولا حبيب. ما هو مش هينفع تعملي كريستين، ده مش منظر كريستين خالص. انا مش مصر وانت يعني اسم الله لمصطفى يعني شعبان؟ انا قلتش انا شبه مصطفى شعبان؟ امال يعني انا اللي مش كريستين؟ لا خلينا في حمدي ووفاء، على انت فيكي شبه من وفاء وانا فيها شبه من حمدي. ماشي، بس هما بره البلد واحنا جوه البلد هنعمل ايه دلوقتي؟ صح، بقول احنا لازم نفكر في خطه كده ما تخرش الميه، علشان خاطر ايه؟ القناه واقعه يا احمد. واقعه خالص يعني؟ وده متنيله ب 60 نيله يا احمد، متنيله ب 60 نيله. ما ينفعش كده، لازم نطلع كده بحاجه كده تعلي كده وتعمل لنا تريند. طب هقول لك على حاجه حلوه. انا اطلع في القناه اقول ان انت متي. موت انت بتفول عليا؟ لا يعني كده وكده. انت عايز تخلص؟ ما انا هرجع تاني. ما هو معنى ان انا موت ان انا ماليش ارباح في القناه. لا. وبعد كده هيطلع لي شهاده وفاء، انت بتلعبها صح؟ يا بنتي افهمي، ما انا هطلع اقول ايه؟ ان القناه بتاعتك اتسرقت؟ قناه مين ده؟ هي قناه واحده ليا وليك. ما انا فاهم، ما انا هطلع بقى عارف نقول القناه اتسرقت؟ وناس دخلت وقالت ان انت ايه؟ موتي. انت اللي هتطلع على الشاشه يا احمد، احنا عايزين خطه كويسه يا احمد، ما تكسفناش قدام الناس. طيب. يعني انت ترضى اقول عليك ان انت بره وبعيد، يعني بره وبعيد حصل لك حاجه؟ ما ينفعش يا احمد، احنا عايزين خطه. يا ستي لو هتجيب، لو هجيب 5 6 دولار ولا 10 دولار احنا اولى بيهم. يا حبيبي احنا عايزين ترند اعلى من كده، عايزين من حاجه كده تعلى كده وتجيب لنا حاجه كده كويسه وتخلي ريتش القناه يعلى. ريتش القناه. خلاص. احنا عايزين حاجه، وبعدين ايه؟ حاجه نكون انا وانت بنقدم في القناه، انت شويه لوحدك وانا شويه لوحدي، وبعد كده نرجع احنا الاثنين ايه مع بعض تاني ونشغل القناه ونقول ايه؟ رجعنا تاني. بس هنعمل ايه؟ فكر يا احمد، فكر. افكر افكر افكر. ماشي خلاص. انا عرفت. قول يلا بينا. الخطه ايه؟ مش هقول لك. امال ايه؟ هتفاجئني بيها؟ افاجئك بيها. بقول لك ايه يا احمد، ما تفاجئنيش بحاجه كده، مش ولا بد، ولا تقول القناه مثلا اتسحبت ولا الكلام ده، وبعد كده تاخد البتاع ده لوحدك، الارباح لوحدك. يعني احنا اللي هنعمله لازم ارباحنا تتقسم على اتنين. هنقسم مع بعض ال 4 يورو ولا 4 دولار، انت 2 وانا 2. خلاص ماشي، اذا كان كده ماشي، اي حاجه ثانيه مش موافقه. ماشي. هنطلع مباشر ولا هو ينفع مباشر؟ لا خلينا يمكن نتهتف في الكلام ولا نتلخبط ولا حاجه، نحط ونسجل. ماشي. يلا انت اللي هتبدا ولا انا اللي هبدا؟ هما في العاده مين اللي بيبدا؟ احمد الراجل اللي ريسس فيرس. احمد اللي بيبدا؟ ريسس فيرس. اسمها مين؟ يلا يا احمد ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقاء القناه. احنا النهارده هنقول لكم على خبر، الخبر دوت هيكون خبر مش عارف انتوا هتاخدوه بطريقه كويسه ولا بطريقه وحشه. طبعا الصوره اللي احنا حاطينها ديت بتبين ان انا وزينب انفصلنا، بس هي في الحقيقه هي زينب. لا 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 اهدي بس. بس هي الحقيقه دي حقيقه، يعني انا وزينب متجوزين بقالنا 40 سنه، والقناه بتاعتنا ديت فيها ذكريات جميله جدا جدا جدا، وقررنا بعد 40 سنه ان احنا ننفصل. مش معنى ان احنا هننفصل، انا وزينب انفصلنا يعني عن بعض، ان زينب ممكن تطلع في يوم من الايام تشتم فيا مثلا او تقول اي حاجه. أبداً. لا انتوا عارفين ان زينب بتحبني وعمرها ما شافت حاجه مني وحشه. قوي بحبه قوي. وانا كمان انا بصراحه عمري 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 ما شفت حاجه وحشه من زينب. طب هنطلقني يا احمد؟ هنتطلق علشان الترند، قصدي هنتطلق علشان احنا محتاجين فلوس وعايزين القناه تشتغل، قصدي احنا ايه يا زينب؟ ايه؟ لا 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 الناس لسه ما خلصش يا الناس، الناس يقولوا علينا ايه؟ لسه ما خلصش، لسه جديد. خليه يا احمد انت بالوقت. لا خد يا حبيبتي، خد واحد تاني. شاطر كامل يا احمد، اقفل الكاميرا. طيب لا 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 اقفل الكاميرا يا احمد، بالقدر الكامل اللي قادر انفصل. طب خدي دي مني هديه ليكي. يلا اهدي. طيب اهدي. المهم زي ما انتم شايفين احنا بنمثل القبل اللي هم ممكن ينفصلوا بطريقه محترمه جدا. مش معنى انفصلنا بقى ان احنا نطلع نشتم في بعض، لا احنا في بينا وبين بعض اطفال. ابدا ابدا، انا عمري ما اغلط فيك يا احمد. لا يمكن، انا عارف. مش انت الراجل اللي اتغلط فيه، لا يمكن اغلط فيك في يوم من الايام. عارف والله، عارف. انا عارف. عمري والله
والله ما غلط فيك ابدا عمري. اتصلنا روحنا جينا لا يمكن اغلط فيك. عارف ايوه كده. سيبيني اتكلم بقى كلمتين بقى كده عشان ايه؟ عشان الترند. يلا بس ايه المهم؟ ايه المهم؟ القناه دي بعد احنا هنسيب القناه الموجوده. انا هعمل فيديوهات لوحدي او ممكن اجيب معايا اهلي واصحابي وجيراني مع بعض. وانا اجيب اهلي برضو واصحابي. مش هسكت. وبعدين انا معايا الرقم السري بتاعها يا احمد. كل واحد ارباحه لوحده. انت تعمل فيديو لوحدك وارباحك تاخدها كده تحت الفيديو بيتكتب ارباحك كام وانا هيتجهل. ما تقوليش نقسم مش نقسم. لا 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 لا, لا كل لا فيديو لا. بارباحه يا اخويا. الحق حق. طيب ماشي حاضر. وهي هتجيب اهلها طبعا واصحابها. ناس طيبين قوي والله العظيم. مش عشان احنا هننفصل ولا في حاجه. والله العظيم اهله زي الفل. ولا اخته والله العظيم كنا بنمثل المقالب. وحياه ربنا كنا بنمثل المقالب. لكن انا وهي توأم كده. توأم نموت في بعض. نموت في بعض. ولا عمرنا جرحنا ببعض ولا شطبنا بعض ولا قلنا ادبنا على بعض. احنا قبل متحضر جدا. شايفين بننفصل اهوت وشايفين جدا. كميه الاحترام اللي بينا وبين بعض. لا يا احمد والنبي يا احمد لا انا عمري مش قادر. مش قادر يا احمد بص للكاميرا. لا لا مش قادر اكمل الفيديو. لا 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 انا بصي انا يعني انا مقدر قد ايه العشره اللي بينا. 40 سنه يا جماعه. 40 سنه كلهم ذكريات وكلهم حب وكلهم حنيه. شايفين على القناه قد ايه كنا بنحب بعض. وعمرنا ما هنعمل زي الناس التانيه ونغلط بقى زي فلانه وعلانه ونطلع نقول اصل هو كان ما بيغسلش اسنانه، اصل هو كان بيهرس في شعره بالليل، اصل هو كان بيشخر. لا 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 انا وزينب عمره ما شخر. والله عمره ما شخر. ده انا بالحق والله عمره. وهي بصراحه زينب شاطره وحنينه وبتعمل اكل محترم. هنطلع ليه يا احمد؟ هنطلع ليه؟ يخرب بيتك على بيت اللي جابك يا شيخه. اسكتي بقى خليني اقول كلمتين. لا مؤاخذه يا جماعه انا بقى المهم. قول المهم يا خش بقى على المهم. خش على المهم. خش. فاحنا قررنا ان احنا ننفصل بطريقه متحضره جدا تليق بيكو وتليق بالناس اللي حوالينا وبالقناه والتليفون الغالي اللي احنا جايبينه دوت. ايوه. وبناء على هذا خدنا القرار ده معاكم واتفقنا ان احنا نواجهكم بالحقيقه ديت. ان انا وزينب من ابتداء من النهارده هنكون منفصلين. أيوه. علشان إن لو طلع علينا كلام او اي حاجه هيطلع ايه اكتر من كده يا يطلع ايه اكتر من كده. مفيش حاجه تطلع. احنا قلنا لكم وان شاء الله هتشوفوا جايبين عيلات زي الفل والله زي الفل. عيلين وقلان حتى بنتلخبط فيهم في اسمنا والله العظيم. هنشوف ان شاء الله هتشوفوا معانا فيديوهات جميله. بس الفيديوهات هتكون منفصله يعني انا هكون لوحدي. وممكن مثلا لو حصل نصيب وخطبت واحده مثلا اختم يا اخويا والنبي اتمنى لك الخير. انا عارف والله العظيم انا اتمنى عارف لك الخير. ما انا عارفه. انا حتى برضه لو اتخطبت بس انا عايز انت كمان هتتمنى لي الخير. انت تحب الخير بس عايز اقول لك على حاجه. وحياه النعمه دي وحياه النعمه دي تاني مره. ان انا عمري ما هلاقي واحده زيك. عشت وشوفي ولو لفيت الكره الارضيه ولو عملت فيديوهات الدنيا كلها عمري ما هلاقي واحده طيبه زيك وفي ضفرك وتكون ام اهو عشان بس تعرف. بس يا ما يمنعش ان احنا ننفصل بطريقه متحضره احنا متحضرين جدا. وغير كده كمان انت لو احتجتيني في اي لحظه تليفون بس ماشي لما اغير الانبوبه هتصل بيك على طول. في التليفون بصي ماشي. انت بس ايه ما تضربيش النمره. انت بس إيه؟ انت بس قولي بس ايه يا احمد. قولي يا احمد ماشي. وانا موصي الحيطان والبيبان وكل ما هو حواليكي. انا عارف اول ما يسمعوا انا عارف ان انا ما بقولش عليك يا احمد. انا عارف ان انا ما بقولش عليك. اول ما ينادي عليك يا اخويا على طول هلاقيك. هجيب الجري بالليل الصبح بعد الظهر. نفس الفيلا بقى يا احمد. لا ما ينفعش. ليه؟ هقول لك ليه. النبي يا احمد بس النبي. اسمعي لان الذكريات اللي بيني وبينك ما يتحملهاش بشر.
فعلا ما تعملهاش فشل. ما اقدرش اخش مطبخ، اخش اوضه، اخش خلاص سيبني الفيلا وامشي انت يا احمد وانا اطفيها، طالما انت مش هتستحمل انا هستحمل. طب ماشي اسيب لك الفيلا. يلا بس خلاص. ماشي اشتريها ما فيش مشاكل. مين اللي يشتري مين؟ مش انت عايز الفيلا؟ ما هي براس ابن احنا الاثنين يا احمد. طب هقول لك على حاجه، انا ابيع النص بتاعي. انت هتجيب لي حد غريب يعيش يعني من اول يومين كده يا احمد ما تتخلى عني؟ لا ما ينفعش. اصل احنا متحضرين يا حبيبتي. ما احنا متحضرين اه بس مش لدرجه انك تسكن معايا حد يعني. طيب ماشي خلاص. طب انا اقول لك على حاجه حلوه قوي. انا اسكن في الفيلا وانت تجي لي من وقت لاخر تيجي وتزورني وتمشي. اجي امسحها لك اسيئها لك مش مشكله يعني. يعني ايه انا يعني حبينا انا وزينب نتكلم النهارده ونقول لكم ديت دي المشكله ايه في ايه؟ ايه العيال صعبان عليها؟ ما يا حبيبتي العيال صعبان عليها يا احمد الانفصال ما لا 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 بص في عين العيل، بص في عين العيل بس حبيبي بص في عين العيل مش قادر ابص له والله العظيم ولا دوت. طبعا دي بنتنا، دي بنتنا اهو اجمل عيال في الدنيا، اجمل عيال في الدنيا. دي شبه زينب اهي. بالظبط الصوره بيضه زي وجميله زي. واحنا اهوت ان شاء الله. عايز تقولي حاجه لل لا خلاص اقفل الكاميرا يا احمد مش عايزه ابص فيها تاني خلاص خلاص اقفلها بقى مش قادره ابص لها خلاص. رقيقه يعني رهيفه والله القرار دوت القرار دوت على ابوكوا ابدا على طول هشكر القرار دوت اخذ مننا وقت كتير. قعدنا تقريبا حوالي تلت ساعه نفكر فيه عشان ناخد القرار دوت. وادعوا لنا يا جماعه، ادعوا لنا ان شاء الله ممكن لو الترند ضرب والقناه اشتغلت ودينا كسرت الدنيا ممكن نرجع يا عالم بقى على حسب ريتش القناه بقى. عيني عيني معلش ادينا زي ما احنا. فانتوا لو عايزيننا نرجع علوا ريتش القناه. لو عايزيننا لو بتحبوا احمد وزينب ايوه وعايزين احمد وزينب تحبوهم وعايزين احمد وزينب يرجعوا مع بعض هنشوف الكومنتات بتاعتكم ايه. ولو مكتوب في الكومنتات تحت ارجع يا احمد لزينب او ارجع يا زينب لاحمد احنا ان شاء الله نحاول نفكر تاني. لان دي يا جماعه دي عشره 40 سنه وان شاء الله لو انتوا عايزيننا نرجع لبعض هنرجع، لو عايزيننا ننفصل هننفصل ونشوفكم على خير ان شاء الله. خلاص خلاص يلا نشوفكم على خير يا جماعه مع السلامه. معلش هي منهاره فهجيب لها اي حاجه تغسل بيها وشها وبتاع وربنا يستر ان شاء الله. بس يا حبيبتي بس ربنا يسعدك.